بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع، وهو بعنوان أساليب التحليل الكمي والرقابة على المخزون. لقد كان المخزون لفترة كبيرة أحد الأصول ذات الأهمية الكبيرة لدى الكثير من المنظمات، وبصفة خاصة عندما كانت الفلسفة الاقتصادية السائدة، حيث الإنتاج الكبير بهدف التخزين، مما يلقي على إدارة تلك المنظمات أعباء إدارة وتقييم ورقابة المخزون بكفاءة وفاعلية، وما يستتبع ذلك من ضرورة تخطيط ورقابة المخزون. يعني في البداية كانت الشركات كانت بتنتج إنتاج كبير وكانت بتخزن، فكان المخزون ده من أكبر حاجة من ضمن أحد الأصول الأهمية الكبيرة، عشان الشركات كان بيبقى رقمه كبير موجود عند الشركات. لكن دلوقتي حتى المخزون برضو لحد دلوقتي، بالرغم من التحول حصل في الفلسفة الاقتصادية والاتجاه نحو فلسفة، إلا أن المخزون بأنواعه، المواد الخام والمواد نص مصنعة والإنتاج التام، لا زال يستحوذ على قدر كبير من الأهمية كأصل من أصول المنظمة، حيث أن زيادته عن الحاجة بيؤدي إلى خسائر كبيرة نتيجة تعطل رأس المال المستثمر في شكل مخزون، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاحتفاظ به وما قد يتعرض له المخزون من تلف وتقادم. ومن ناحية أخرى، فإن نقص المخزون عن حد الطلب يؤدي إلى خسائر كبيرة تتمثل في تعليل تعطل الإنتاج، تعرض للشروط الجزائية وغرامات التأخير، وفقدان المنظمات لجزء أو كل نصيبها من السوق. يعني من اللي احنا قريناه دلوقتي مع بعض، نلاحظ أن فكرة المخزون الموجود في أي شركة وإزاي اللي أنا أديره موضوع صعب جدا، لأني لو أنا بقى عندي مخزون زيادة عن الحد المسموح به أو عن الكمية الاقتصادية زي ما هنشوف بعد كده، ده بيسبب ليا خسائر، لان بيسبب اول خسائر موجوده بيتعطل راس مال المستثمر، لان انا الفلوس اللي انا مستثمرها في المخزون ده هي فلوس زي ما بنقول مركونه في المخزن، كنت ممكن استثمرها في البنك وتجيب لي عائد، يبقى تعطل راس المال المستثمر. وكمان المخزون اللي موجود بكميه كبيره بيبقى فيه تكاليف الاحتفاظ به، في مشاكل موجوده ان انا مضطر ان انا احتفظ بالمخزون، احتفظ به في تكاليف تخزين ومشاكل اللي موجوده عليه، وممكن كمان يتعرض لتلف وتقادم. طب وافرض انا قللت المخزون عن الحد او عن الكميه الاقتصاديه، ده برضو بيسبب لي مشاكل زي تعطل الانتاج، وممكن اتعرض لشروط جزائيه بسبب توقف الانتاج. عشان كده عمليه تخطيط ورقابه المخزون، وان انا اقدر احدد الكميه المثلى، يعني الكميه المثلى للطلبيات، ده حاجه مهمه جدا يجب دراستها بعنايه. طب احنا بنحتفظ ليه بالمخزون؟ اسباب دوافع كتير للاحتفاظ بالمخزون، منها على سبيل المثال الاستفاده من وفرات الحجم الكبير، عشان ابتدي اللي انا بجيب بحصل على خصم كميه عند الشراء. يعني الشركه لما تشتري كميه كبيره جدا من المواد الخام اللي هتبتدي تشتغلها في التصنيع، كل ما اشتريت كميه كبيره كل ما ده يقلل من تاخد خصومات عليها، فبيستفيد من الخصم اللي موجود. ده دافع من دوافع اللي انا. دافع تاني طول فترة التوريد، وهي الفترة ما بين تاريخ إصدار أمر الشراء حتى وصول المواد للمخازن. طبيعة عمليات النقل وطبيعة العمليات الإنتاجية، وبرضه بحتفظ بيها عشان الأسعار والتقلب اللي موجود فيها، فببتدي إن أنا أخزن مواد تجنبا للتقلبات اللي موجودة في الأسعار، وللقضاء على الاختناقات ما بين المراحل يبقى عندي مخزون أوريدي جاهز، ولمواجهة الطلبات الطارئة ساعات ممكن يجي لي سبيشال اوردر او طلب طارئ يبقى موجود، يبقى بالنسبة لي الانتاج ما يتعطلش، يبقى عندي المخزون اللي موجود عندي. طيب دلوقتي بنسأل على المقصود بتكاليف المخزون. هل زي ما بعض الناس بتظن ان تكاليف المخزون متمثلة فقط في تمن، ولا في تكاليف تانية موجودة للمخزون؟ لان انا عندي في كتير من التكاليف، في عديد من الانواع من التكاليف مرتبطة بالمخزون، منها تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، ده بند، تكلفة تنفيذ أوامر التوريد، ده بند، تكلفة الفرصة البديلة، ودي بتنتج من إيه؟ بتنتج من عدم استثمار رأس المال، وتكلفة نقص المخزون، وتكلفة زيادة المخزون، وتكاليف كتير 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 قوي موجودة بتبقى متعلقة بالمخزون. ولا شك ان لما يكون عندي نظام سليم للرقابة على المخزون، بيبتدي ان هو يعمل ازاي بالانس، توازن بين كل التكاليف دي. يبقى التكاليف بتاعت المخزون مش بس تمن، لا دي تكاليف كتير زي ما قلت، تكاليف احتفاظه، تكاليف تنفيذه، تنفيذ فرصة بديلة، نقص مخزون، زيادة مخزون، ولازم ان انا اعمل توازن ما بين كل التكاليف دي، وده اللي هنشوفه
في السلايد اللي بعد كده. اول بند من بنود تكاليف المخزون تكلفه اصدار اوامر التوريد اللي هي الاوردرنج كوست، وهي تكاليف تحديد المواصفات واجراء المناقصات ومراسله الموردين، تكاليف الفحص والتامين. كل دي تعتبر تكاليف اصدار اوامر التوريد. باختصار هي التكلفه اللي بترتبط باصدار امر توريد للمواد الخام اللازمه لاعمال المنظمه. ولا شك في علاقه طرديه بين تلك التكاليف وعدد اوامر التوريد. يعني كل ما زاد عدد اوامر التوريد كل ما زادت تكاليف اصدار اوامر التوريد. ده بند تكلفه اصدار التوريد. المعادلات دي بقى بتوضح لي ايه هي الكميه الاقتصاديه او الكميه المثلى عشان اجيب المخزون، لان ليه معادلات عشان اقدر اجيبه. بعض النقط كده الاول نوردها في السلايد الموجود قدامنا. اول حاجه التكاليف الكليه للمخزون اللي هي ت ك م، التكلفه الكليه للمخزون بتساوي ايه؟ بتساوي التكلفه الكليه للتخزين زائد التكلفه الكليه للشراء. خلي بالنا التكلفه الكليه للمخزون، انا بتكلم على نوع المخزون. لو انا مثلا لو انا مصنع بينتج اثاث، فالمواد اللي بستخدمها الخشب، فالتكلفه الكليه للمخزون اللي هو الخشب ده بيساوي التكلفه الكليه للتخزين زائد التكلفه الكليه للشراء. طب التكلفه الكليه للتخزين دي بتيجي ازاي؟ بتيجي عباره عن الكميه الاقتصاديه على 2. طيب في تكلفه الاحتفاظ بمخزون وحده واحده سنويا اللي هي ت ح واو. طب التكلفه الكليه للشراء عباره عن ايه؟ الطلب السنوي اللي هو ط على الكميه الاقتصاديه ك. في تكلفه اصدار امر التوريد الواحد اللي هو ت ش واو، تكلفه اصدار امر توريد واحد. طب ايه المقصود بنقطه اعاده الطلب؟ عباره عن متوسط زمن فتره الانتظار في احتياجات الفتره من المواد الخام. طيب نقطه اعاده الطلب بما في ذلك مخزون الامان، لو عندي مخزون بشيله عندي كامان، نوع من الامان، عباره عن نقطه اعاده الطلب زائد مخزون الامان عباره عن متوسط زمن فتره الانتظار في احتياجات الفتره، هو نفس نقطه اعاده الطلب بس بزود عليه مخزون الامان اللي انا عايزه. طب زمن دوره الشراء او التوريد، عدد ايام السنه على عدد اوامر الشراء. عشان كده ممكن اصيغ انا المعادله التكاليف الكليه ليه، عشان كده في النهايه اقدر اقول والله التكاليف الكليه للمخزون اللي هي ت ك م بيساوي ك اللي هي الكميه الاقتصاديه على 2 في ت ح واو اللي هي تكلفه الاحتفاظ بمخزون وحده واحده سنويه. ده الجزء الاولاني في المعادله اللي هي التكاليف الكليه للتخزين زائد ط على ك اللي هي الطلب السنوي على الكميه الاقتصاديه في ت ش واو تكلفه اصدار امر توريد واحد. يبقى الجزئين دول من المعادله دي اللي بوصل على التكلفه الكليه للمخزون، وبالنسبه لي بوصل لما اجي فاضل ما بين كميات المخزون بختار اقل تكلفه طبعا. طيب ده شكل تاني ممكن ان انا احدد بيه الكميه الاقتصاديه بشكل مباشر. ك عباره عن جذر تربيعي ل 2 في ط اللي هي الاحتياجات السنويه في ت ش واو تكلفه اصدار امر توريد على ت ح واو تكلفه تخزين وحده واحده في السنه. يبقى جذر 2 في ط في ت ش واو على ت ح واو. طب عدد اوامر التوريد اللي هي نون بيساوي ط على ك، اجمالي تكلفه الطلبيات جذر في 2 في ط في ت ش واو في ت ح واو. يعني لو انا خليت المقام بتاع الكميه الاقتصاديه ده خليت ت ح واو في المعادله بطلع اجمالي تكلفه الطلبيه. طيب مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا بنقوله. طيب ورقه وقلم كده ونطلع البيانات دي اللي هنشتغل من خلالها. احد مصانع الملابس الرياضيه بينتج نوع من الملابس الرياضيه باستخدام ماده خام ه، يبقى الماده اللي عندي هي ه. سعر المتر الواحد من هذه الماده 3 جنيه للمتر، يبقى المتر ب 3 جنيه. تكلفه الاحتفاظ السنويه بمتر واحد، تكلفه الاحتفاظ السنوية بالمتر الواحد 20% من سعرها، يعني 20% من السعر اللي هو كام؟ 3 جنيه تكلفة الاحتفاظ. بيستغرق أمر الشراء، أمر الشراء الواحد أنا بطلع البيانات بتاعته اهي، أمر الشراء الواحد بيستغرق تلت ساعة، تلت ساعة. أجر المسؤول عن التنفيذ 9 جنيه في الساعة، والتكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد 7 جنيه، والمنتجات
الأسبوعية بتاعتي 10,000 جنيه، 10,000 وحدة. يبقى أنا من البيانات اللي موجودة عندي طلعت البيانات كالتالي. البيانات اللي طلعت عندي بالنسبة لي، عندي سعر المتر، بنعيد تاني نطلع البيانات دي في ورقة وقلم عشان هنشتغل من خلالها. سعر المتر من المادة الخام 3 جنيه، تكلفة الاحتفاظ السنوية 20% من سعر الشراء اللي هو 3 جنيه، أمر الشراء الواحد بياخد تلت ساعة، أجر المسؤول المسؤول عن أمر الشراء بياخد 9 جنيه في الساعة، التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد 7 جنيه، وبحتاج 10,000 وحدة أسبوعيا. طيب، من التمرين اللي فات مطلوب مني إن أنا أحدد الكمية الطلب الاقتصادية، وكام أمر شراء هطلعه، وإجمالي تكلفة المخزون، أقل تكلفة كلية المخزون، ويحسب زمن دورة التشغيل. نمشي مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة نحسب ت ح واو، ويقصد بت ح واو بالنسبة لي تكلفة الاحتفاظ بمخزون وحدة واحدة. تكلفة الاحتفاظ كنا احنا قلنا ايه؟ 20% من سعرها، سعر 3 جنيه في 20% يعني 6 من 10. طيب، بعد كده أنا بجهز الأول بياناتي. طيب، في بعد كده ت ش واو. ت ش واو الموجودة تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد. تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد عبارة عن إيه؟ أمر التوريد بياخد تلت ساعة. أمر التوريد بياخد تلت ساعة، والمسؤول بياخد 9 جنيه في الساعة، يبقى 9 جنيه في تلت زائد ال7 جنيه التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد، يبقى 9 في تلت زائد 7 يعني هيطلع 10 جنيه. يبقى أنا طلعت 2 بيانات عندي دلوقتي بمهد حلي. طلعت تكلفة الاحتفاظ بمخزون وحدة واحدة اللي هو ت ح واو، وطلعت ت ش واو اللي هي تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد. البيانات دي جهزتها. طيب، الطلب بتاعي محتاج قد إيه بقى؟ الطلب بالنسبة لي أنا بنتج، الطلب بالنسبة لي أنا محتاج قد إيه؟ محتاج 10,000 وحدة في 52 متر، هيطلع 520 متر، دول اللي أنا محتاجهم. أنا بقول 52 دي عبارة عن إيه؟ أنا بتكلم في سنة. أنا بقول المنتجات الأسبوعية 10,000 في 52، 52 دي عدد أسابيع السنة، السنة فيها 52 أسبوع، هيطلع 520 ألف متر، يبقى أنا محتاج 520 ألف متر. طيب، المعادلة كانت بتقول لي إيه؟ كاف بيساوي الكمية الاقتصادية جذر 2 في الطلب بتاعي كام؟ ط 520 ألف في ت ش واو اللي هي إيه؟ ت ش واو تكلفة إصدار أمر توريد 10، يبقى الجذر 2 في 520 ألف في 10 على ت ح واو اللي هي تكلفة تخزين وحدة واحدة اللي هي 6 من 10، هيطلع الناتج بالنسبة لي 4164 متر تقريبا. يبقى أنا محتاج 4164، دي كمية الطلب الاقتصادية. طب، وبما إن الطلب بتاعي 520 ألف وأنا محتاج في المرة الواحدة 4164، يعني عدد الفترات اللي موجوده نون بالنسبه لي هي عدد كم امر توريد بالنسبه لي، هيطلع 125 امر، اللي هي عباره عن انا محتاج كميه قد ايه؟ محتاج 520 الف متر على 4164، هيطلع 125 امر توريد. طب، تكلفه الكليه بقى اللي هي التكلفه الكليه للمخزون بيساوي ايه؟ التكلفه الكليه للمخزون قلنا كاف على 2، الكميه بتاعتي كام؟ انا محتاج في الكميه الواحده 4164 على 2 في تكلفه الاحتفاظ ت ح واو، تكلفه الاحتفاظ كانت بكام؟ ب 16، 6 من 10، يبقى 4164 على 2 في 6 من 10 هيطلع ناتج 2249 و2 من 10 زائد. تاني جزء في المعادله كانت التكلفه الكليه للشراء. طب، التكلفه الكليه للشراء قد ايه؟ التكلفه الكليه للشراء ط على كاف، ط اللي هي الكميه بتاع ط على كاف، ط كانت بالنسبة لي كام؟ 520,000 على الكمية بتاعتي، هتطلع بالنسبة لي 125,000، 125 في 10 اللي هي ال 10 اللي هي تكلفة إصدار أمر التوريد، هيطلع الناتج بالنسبة لي التكاليف الكلية للتخزين 2498 ألف جنيه. طيب، أو ممكن زي ما قلنا قبل كده أجيبها في خطوة واحدة، ت ك واو جذر في 2 في ط في ت ش واو في ت ح واو، هيطلع نفس الرقم 2498.
طب زمن دورة الشراء عبارة عن ايه؟ عدد ايام السنة على نون. يعني انا عندي 365 يوم على 125، يعني 2 يوم و92 يوم تقريبا. يعني انا تقريبا كل 2 يوم كده، اقل من 3 يوم، ببتدي ان انا اعمل ايه؟ دورة اوردر للشراء. طيب ده المثال الاولاني. طب المثال الثاني برضو ورقة وقلم ونطلع البيانات. شركة صناعية بتستخدم احد المواد وتتمثل تكلفة التوريد للامر الواحد، تكلفة التوريد 100، يعني ت ش واو هو مدهاني جاهزه، تكلفه اصدار امر التوريد ب 100، وتكلفه التخزين للماده في عام 20 ومديني ت ح واو جاهزه ب 20، ومديني حجم الطلب 15000 كيلو، وفتره الانتظار بتاعتي 7 ايام. مطلوب مني ان انا احدد الكميه الاقتصاديه حجم الطلبيه المناسبه اللي موجود، ومطلوب مني ان انا نقطه اعاده الطلب لو انا هحتفظ بمخزون امان 100، وتكاليف المخزون وزمن دورة التشغيل. نشوف مع بعض الحل. اول نقطة وهي الكمية الاقتصادية او تحديد حجم الطلبية المناسبة، عبارة عن جذر في 2 في حجم الطلبية اللي كانت موجودة عندي 15000 في تكلفة ح اللي هي ت ش واو هيطلع 100 على 20 اللي موجوده عندي اللي هي ت ت ح واو، هيطلع 387 كيلو تقريبا. طيب نون بالنسبه لي، نقطه نون بالنسبه لي كام امر شراء؟ الكميه بتاعتي كلها او الطلبيه بتاعتي 15000، والكميه اللي هتبقى مناسبه 387، يبقى انا هطلع 39 امر شراء. طب نقطه اعاده الطلب، متوسط فتره الانتظار بتاعتي في احتياجات الفتره. طب الاحتياجات بتاعتي قد ايه؟ يبقى الاحتياجات اليومية اللي موجودة عندي أنا محتاج في السنة 15000 والسنة 365 يوم، يبقى أنا محتاج في اليوم 41 كيلو. طب نقطة إعادة الطلب إمتى؟ 7 يوم في 41 هيطلع موجود 287. طيب دي بالنسبة لي نقطة إعادة الطلب. عملت إيه؟ نقطة إعادة الطلب 7 يوم، لان هو ايه اللي فتره الانتظار 7 ايام، يبقى نقطه عدد الطلب متوسط فتره الانتظار اللي هي موجوده معطى ب 7 يوم في الاحتياجات الفتره، احتياجات الفتره انا طلعتها اللي هي 41 كيلو في اليوم، هيطلع الاجمالي 287. طب نقطه اعاده الطلب اطلب بمخزون امان، نفس نقطه اعاده الطلب اللي عندي 287 وازود عليها مخزون الامان بالنسبه لي 100، يبقى 287 زائد 100 هيطلع 387. طب اخر نقطه، او ممكن لو انا عايز احسب تكاليف المخزون الكليه اللي هتبقى موجوده، عباره عن جذر في 2 في ط اللي هي الطلبيه اللي هتبقى موجوده في ت ش واو اللي هي ب 100 في ت ح واو ب 20، هيطلع حوالي 60 جذر التربيعي طبعا للمبلغ ده، هيطلع 7746 جنيه.